make her smile. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I'm afraid sometimes, I know I get drunk sometimes, I know I get way too high, I just wanna live it up with you. I know that it might be tense, I know when you've had enough, it's just how I show my love. Yeah, you could I live it up with you. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. أولا إخواني والله صراحة جد سعيد بأني وصلت 100,000 مشترك، وللأمانة إخواني هذا بفضل الله عز وجل وبفضلكم أيضا ومشاركتكم للفيديوهات التي أقوم بنشرها. أيضا لا أنسى لايكاتكم وتشجيعكم وتحفيزاتكم التي كانت يعني باستمرار في التعليقات إلي شخصيا، فمن صميم قلبي ومن أعماق قلبي إخواني أكبر تحية لكم جميعا يعني بدون استثناء. لأي شخص سواء وضع لايك أو ديسلايك لا يهمني الأمر، ولكن على العموم أني استفدت من اللايك واستفدت أيضا من الديسلايك حتى أقوم بتطوير نفسي أكثر وأكثر. فأكبر تحية لكم، وصراحة جد سعيد بهذا العدد، وسوف أستمر معكم بإذن الله في كل ما هو جديد عن هذه الألعاب. أما اليوم فلدي لعبة Call of Duty الخاصة بأجهزة الموبايل، وكما تشاهدون طور البطل رويال قريب جدا سوف يتم طرحه. هم حاليا يعملون على هذا الطور لأنه في السابق كان موجود معنا طور الزومبي وطور الميتي بلاير. وبما أنكم طلبتم مني شرح عن هذه اللعبة، فاليوم بإذن الله سوف أعطيكم شرح مفصل عن هذه اللعبة ومتى سوف تطرح، يعني كل التفاصيل التي تودون معرفتها عن هذه اللعبة. وللأمانة إخواني يعني اللعبة رهيبة جدا بكل صراحة، وبكل من يشاهد هذا الجرافيك، وحتى أيضا أنهم قاموا بإضافة يعملون أيضا على إضافة 120 فريم. يعني تصوروا كيف سوف يكون الجرافيك الخاص بهذه اللعبة. يا حاليا على أجهزة الأندرويد يعني لما ترخص النسخة التجريبية سوف تكون يعني متاحة ب 60 فريم، يعني ب 60 FPS. أما 120 فهم حاليا أيضا يعملون على 120 FPS. وكل هذه المعلومات إخواني رسمية وأقوم بسردها ومشاركتها معكم. يعني كل الأيام أحاول جمع أكبر عدد يعني أستطيع عليه من المعلومات حتى أفيدكم بها بإذن الله. وعلى العموم في بعض الحلقات سوف أحاول أن أنشر فيديوهات عن هذه اللعبة لما يكون هناك أي طور جديد أو سلاح جديد يتم إضافته في هذه اللعبة إلى أن ترخص رسميا لجميع الدول، لأنه حاليا إخواني هي فقط مرخصة على دولة الصين ومتاحة، وسوف تكون متاحة أيضا على أجهزة الآيفون أولا. يعني للأسف بالنسبة لإصدار الأندرويد سوف نتأخر بعض الشيء عن الآيفون، يعني نفس الشيء الذي كان مع لعبة فورتنايت. ولكن على العموم اللعبة سوف ترخص أيضا وسوف تطرح لأجهزة الأندرويد في قريب الآجال إخواني. المهم لن أؤكد لكم الأمر هل سوف تطرح يعني بالضبط في أواخر سنة 2018، لأنه حاليا هي بيتا يعني ليست لكل الناس، وكما أخبرتكم على المتجر الصيني يعني على النسخة الصينية. من لديه حساب صيني فيمكنه تحميل يعني البيتا بعد الترخيص مباشرة، لأنه حاليا ليست مرخصة للجميع فقط للمطورين الخاصين لهذه اللعبة، ولكن سوف ترخص في القريب العاجل. كما أخبرتكم بالنسبة للإصدار الرسمي هل سوف تكون في أواخر سنة 2018، لأنهم يعني توصلت بآخر معلومة تخص بأنه اللعبة يعني مقترحة بين أواخر 2018 إلى بداية 2019. لهذا إخواني أسف لا أؤكد لكم أي شيء حاليا، لكن
أنا على اطلاع مستمر على آخر الأخبار الخاصة بهذه اللعبة، فإن توفر أي جديد فأكيد أني سوف أشاركه معكم في الوقت المناسب بإذن الله. بالنسبة لحجم اللعبة أيضا إخواني، حجم اللعبة صدقوني أنه حجم كبير بعض الشيء، تقريبا 3 جيجا، يعني هذا هو حجم اللعبة. يعني من لديه هو بالضبط حجم اللعبة 2 جيجا و700 ميجا بايت، هذا هو الحجم بالضبط الخاص بهذه اللعبة. يعني فمن لديه يعني جهاز يكون الذاكرة الخاصة به ضعيفة فيجب أن يكون أن يعني يغير الجهاز أحسن يعني عند صدور هذه اللعبة من أجل أن يستمتع بها أيضا. وكما تشاهدون إخواني، يعني صراحة هذه اللعبة سوف تقتحم يعني ألعاب الجوال بشكل كبير جدا. يعني هي لا نمثلها إلى لعبة بابجي ولا فورتنايت ولا، لكن هذه اللعبة لديها مميزات خاصة إخواني. المهم إخواني، لن أطيل عليكم في هذا الفيديو، أتمنى يعني أن أكون قد وفقت في هذا الشرح إخواني، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم بشكل ولو بنسبة 50% في هذا الفيديو. في أي اقتراحات أخرى وتساؤلات أخرى إخواني اتركوها في التعليقات وسوف أجيب عليها بإذن الله، سواء في التعليقات أو في فيديو آخر يخص هذه اللعبة أو باقي الألعاب. أما الآن فدمتم في رعاية الله وحفظه. أخي، أتمنى من صميم القلب أن أي شخص استفاد من أي فيديو أن لا يبخل عليه بمشاركته وبالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، خاصة تفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو، هذه هي الأشياء التي أؤكد عليها. أما الآن فدمتم في رعاية الله، سوف أترككم مع بقية هذا الجيم ففرجة ممتعة، وسوف نلتقي في شرح وحلقة مقبلة بحول الله. هذا الجيم بلاي الأخير سوف يكون فقط بالشوتجن، يعني استمتعوا بهذه اللعبة وبجودتها. فدمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء، فرجة ممتعة. The enemy has the bomb. Contacts! Targets!
We got the bomb. We got contact. The bomb has been planted. UAV recon ready for deployment. Targets!